من جدة معي دكتورة وفاء أبو خضرة، استشارية تغذية العلاجية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة وفاء. إذا يحكى وبهذه التقارير اليوم بشكل رئيس مسحيق البروتين لها فوائد كثيرة، ولكن بالإضافة لما ذكرته زميلة عبير عبد الله بتقرير اللي حضره عبد الله عصار، ما هي المخاطر؟ ما هي المخاطر؟ إذا أخذ الواحد كمية كبيرة من البروتين لها مخاطر كثيرة، يعني زي ما ذكر بالتقرير بتؤدي إلى إسهالات، المعدة بتصير متضايق من معدته، بصير في عنده انتفاخ بالبطن، بتأثر على الويت، الوزن، احتمال إنه يخسر بعض الوزن، لكن بعدين بعد فترة بصير في عنده زيادة في الوزن، بتأثر على الكلى، بتأثر على العظام، بتأثر على الشعر، بتأثر انه بضبط الهرمونات على حسب نوع البروتين من وين عم ياخده. فإذا كان عم ياخذ البروتين من السوي ميلك حتأثر على الهرمونات بالجسم. احيانا بعض انواع البروتينات بيكون فيها ما بتكون نقية، بيكون فيها بعض المعادن السامة، فبتأدي اللي هي الهدم. في معادن سامة ممكن ان نذكرها، يعني يجب أن يتم التنبه لها عند شراء المساحيق البروتين. هو أنت ما حتقدري تميزي من وين هم جايبين، هم ما حيقولك من وين المصدر تبعهم، بس المفروض إنه إذا كان في داعي بده يشتري بروتين يكون من مصادر أو من شركة طبية موثوقة، وبعدين ينتبه على كمية الاستعمال اللي بده ياخذها، ويكون في إلها حاجة انه حسب ما ياخذ مسحوق البروتين بيقدر انه ياخذ البروتين الطبيعي اللي موجود. من يحدد الكميه البروتين التي يجب ان اخذها، والى اي درجه هي تختلف بين شخص واخر؟ هلا اذا انت زرتي اخصائيه التغذيه العلاجيه بتساعد على انه تحدد لكل انسان على حسب طوله ووزنه قديش هو بده ياخذ بروتين وقديش كميه المجهود العضلي اللي بيعمله. فهو بيكون على حسب يعني في عنده كذا عامل، مش انه عامل واحد، فلازم اخصائيه التغذيه العلاجيه هي حتحدد له انه هو حياخذ مثلا بوينت صحيح بالنسبه لكل كيلو جرام من الوزن، ولا حياخذ. طيب يختلف يعني بين شخص واخر، يجب لجوء لطبيبه غذائيه. اعذوري انتهى وقتنا. من جد دكتوره وفاء ابو خضراء، استشاريه التغذيه العلاجيه.